مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء كانت تقضي بزراعة 5 مليون شجرة. وزارة الزراعة خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة نفذت المبادرة، لا بل وتجاوزتها بزراعة 6,400,000 شجرة. تولت القيام بتنفيذ هذه المبادرة دارتي البسنة ودارة الغابات والبحر وبإشراف مباشر من السيد وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي. وهناك في النية إن شاء الله إطلاق مبادرة أيضا لزراعة 10 مليون شجرة تشمل جميع المحافظات. طبعا الأشجار وزعت عن طريق الإهداء إلى العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة، الجامعات، المدارس وغيرها. وهنالك أخبار تطرقت إلى هذا الموضوع، لا بل أن السيد الوزير قام بنفسه في تشجيع المواطنين، طلاب، التلاميذ في القيام بحملات في التشجير في العديد من المدارس في بغداد وفي محافظة النجف الأشرف والديوانية.